السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. مالك جرماني معكم. ندخل في الموضوع ديريكت ومو باسكو. الموضوع تاع اليوم بزاف بزاف مهم، ديستيني الخاوتي اللي راكم في الجزائر. حبيت نطرح عليكم سؤال، اسكو نتوما راكم تشوفوا بلي الدوله الجزائريه قادره تتكفل بالمرضى تاع كورونا؟ اسكو راكم تشوفوا بلي المستشفيات تاع الجزائر راهي مجهزه باش تستقبل الاعداد اللي راهي تستقبلها المستشفيات تاع الطليان؟ الطليان اللي ما شافش لي لا فيديو بالجيش عم يرفدوا في الناس الموتى، راهم كل يوم يموتوا مئات في الطليان. المستشفيات كاع معمره، طليان يعني بلاد متحضره، او يخرجوا يقول لك ما بقالناش الاكسجين في السبيطار، ما بقالناش هادي. دوك حنايا الميساج هذا درناه للشعب الجزائري، ماذا بيا كاع الناس بارطاجي هاد لا فيديو، بيسك علاش دوك حنايا كشعب جزائري يا اما نعالجوا هاد المشكله حنايا كشعب ونقدروا لها، يا اما حنايا نلعبوا ونستهزاو بهاد الحاجه ونخلوها كما نقولوا نحصلوا المشكل، خاطر لا راحت هاد المشكله الا كبر هاد المرض في الجزائر. الجزائر راح تولي ماشي غير نيميرو 1، راح بالك يبقى ربي يسترنا وصايب، باسكو على بالكم خاوتي باللي المستشفيات تاعنا لا غريب نورمال ما يداويوهالكش. دونك خاوتي ما نخليش هاد المرض كما نقولوا يخرج من يد الشعب، دوكا راهي في يدكم انتوما. الجزائر ما فيهاش بزاف، ولا بروف خاوتي اللي راهم في الجزائر ربي يرحمهم ام يموتوا، يعني نسبه الاصابه ونسبه الوفيات راهي اكثر من بلاد واحد اخرى، معناتها ما كاش في الجزائر رعايه. احنا ما نكذبوش على بعضنا وما نستنى حتى واحد يخرج ليا في التلفزيون يقول لي الجزائر تقدر وتستطيع ومستشفياتنا. رانا خاوتي حنايا بلاد في هذا الدومين تاع الصحه كاتاستروفيك، دونك حنايا الى الشعب ما هوش واعي والشعب ما حاربش هذا المرض بنفسه، يعني بالطرق يعني اللي معروفين انه الناس يحاربوا بها، راح نحكوا عليها اليوم في هذا لا فيديو، ماذا بيا تشوفوها من الاول للاخر وماذا بيا تبارطاجيوها، واش نقدروا حنايا كوم شعب نديروا باش كما نقولوا نحاربوا هذا الكورونا، باسكو حنا ما نتكلوش عليهم. الا انتم راكم حابين تكلوا، حنا رانا هنا في المانيا، يعني الشعب راه واعي وراه كما نقولوا حنايا يدير في كاع واش راهم يحكوا له الدوله، يعني ما ديرش هذه. الشرطه تاعهم راهي تخدم، راهم مغلقين المطارات، مغلقين كلش، اون بلوس دو سا عندهم امكانيات في المستشفى، يعني الناس راهم شويه كيما نقولوا الدم، واحد كيكون صغير ويمرض يقول لك معليش نروح، كاين سبيطار كاين كذا، يعني راهو تاكل على بلاده. حنايا خاوتي الله غالب، حنا هذا واش حلبت، حنا بقات لنا حل واحد انه هذا الفيروس ما ينتشرش في الجزائر. اول حاجه خاوتي سمعتوا بزاف حملات شد دارك، وشنو هي الفايده كي نريحوا في الدار؟ كي نريحوا في الدار 15 يوم، كاع الجزائريين كاع نريحوا في الدار 15 يوم. علاش هذا الحجر الصحي؟ علاش؟ باسكو بزاف ناس مازال ما فهموش، عم بتلو ما يخرجش باش ما يمرضش، لا خاوتي انا نفهمكم في حاجه، الحجر الصحي كي تريح انت في الدار وكاع نريحوا في الدار، الناس اللي مراض يبانوا، وكيبانوا يبانوا في ديارهم، يعني انت يا تريح سمانه في الدار بعيد الشر تلقى روحك مريض، كي تلقى روحك مريض وانت يا في الدار معناتها راك عارف انت يا شكون عديت وراك تاياك في الدار، يعني يجوا لومبيلونس يديو السيد هذايا من دارو اللي راه مريض يديوه للمستشفى. دونك في بريودة تاع 15 يوم راح نكتشفوا كاع الاصابات اللي راهم في الجزائر وهما في ديارهم، فهمتوا كيفاش المشكل وراو؟ بيسك الاعراض الاولى يعني تبان عليك وانت مخبي في الدار 15 يوم داير الحجر الصحي لروحك، دونك جميع واحد ما مرضش في 15 يوم معناتها ما راهش مريض، والناس اللي تمرض في 15 يوم راح يبانوا باللي هاملك، فوالا هادو هما الناس اللي مرض بالكورونا، كي يدوهم هاد الناس للسبيطار بالك ما يزيدش يبان المرض، هكا راهم يديروا فلاشين، دونك المرض هذايا يعني عنده 15 يوم يبان فيه، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الدوزيام خاوتي، داروا واحد الحاجه، داروا المساجد غلقوهم، دونك هو اجراء يعني كيما نقولوا جريء منهم، لانه المساجد اماكن اللي يلتصقوا فيها، ماناش حندخلوا في كوتي دين، وشنو كاينه حاجه انا ما فهمتهاش، انت كي تغلق الجوامع والغاشي يتلاقاو في القهاوي، دوك هذا يعني راهي كارثه خاوتي، ما دام وصل للمسجد يتغلق نريح في الدار. اكبر حاجه اللي ما تتغلقش تغلقت، معناتها ما نروحش للقهوه، انا ما نروحش للقهوه وما نريحش في القهوه، ما نريحش في القهاوي، ما نتلاقاش مع الناس. كاينه حاجه خاوتي اللي مهمه في لا فيديو تاع اليوم راح نحكوها، باش هذا المرض ما ينتشرش في الجزائر انت تعامل مع اي واحد باللي عنده الكورونا، كي تتلاقى واحد في الطريق، خوك باباك الزوجه ديالك
انت تعامل مع الناس باللي عندهم كورونا، مع ان تهام من مسو من سلم عليهم اول ونتعامل معه على اساس هو كشغل راني عارفه باللي مريض وراهم ديكلاري لي باللي راه مريض. دونك ما نتعاملش مع الناس زعما بالعاطفه، نحو العادات ديالنا تاع نسلموا ونخمسوا ولا زعما يرمي يدك واش من كورونا. هو صح بالك هذاك اللي تخمس معه انت ما عندوش كورونا، بصح كاين واحد اخر عنده كورونا، هذا وين حكماته، هذا وين شاد الفيروس في يدو برك، ما راهوش مريض. فهمتوا خاوتي؟ حاجة تانية اللي احنا حكيو عليها في الفيديو تاع اليوم، يديك ها هو المشكل، ها هو المشكل تاع الكورونا. كورونا ما يجوزش بالتنفس، يعني كيما نقولوا كي ناسبيري قدام واحد ولا ياسبيري قدامي ما راكش راح تمرض بالكورونا. الكورونا هو فيروس ثقيل الحجم، ثقيل في الحجم. هذا الفيروس خاوتي اليدين هما سبابه، اليدين وتوشي نيفك هاولي كيفاش. هو هذا نعاودوا ثاني ناكدوا على واحد النقطه خاوتي، معلومات اللي نعطيكم فيهم هما معلومات داروهم منا في الخدمه هنا في الالمان، حكوا معنا يعني عرفونا على الفيروس كومبلي واش كان واش ما كاش. ومدى بيا ما حنايا في الجزائر جميع واحد جميع سوسيتي جمع وسمو توعي الخدامين ديالها. هاد الفيروس خاوتي، هاد الفيروس ما يخترقش الجلد. دونك لو كورونا الا كانت في يدك وانت ما مسيتش وجهك ما راكش راح تمرض بها. على بها خاوتي كان ان ميثود باش نتايا ما تمرضش بهذا المرض. وشنوها؟ اتعامل مع يديك على اساس مطليين بلاغريس. انت كي تكون تمشي ويديك مطليين بلاغريس ما راكش راح توشي وجهك، ما راك راح توشي والو. دونك يديك راه مطليين بلاغريس. اشاك فوا نروح نغسل يديا، ما نمسش بيديا وجهي. يديك راه اعتبرهم ماشينه، كشغل ماشينه ترفد تحط بها، ترفد تحط بها. اشاك فوا تمس حاجه اغسل يديك. امرض بمرض التوسويس معليش، شت هذوك اللي موسوسين اي حاجه هكا خاوتي. كي تغسل يديك وماشي، وخاوتنا اللي راهم ما عندهمش دراهم باش يشري هذاك لوجال ولا لا لايكول، هذا المرض ماشي لازم لوجال ولا لايكول، الصابون والماء خاوتي، الصابون والماء يقضي عليه. الصابون والماء سخون، جبر كاع الناس عندهم ماء سخون في الدار، هذا الفيروس 23 ديغري تقتلو. معناتها كي تغسل يديك مليح بالماء السخون، نغسل دائما هنايا من الفوق كومبلي، ونحك يديا هنايا تفارتيه دائما هكا نحكهم بالصابون. هنايا نغسل هنايا. كاين بزاف ناس يقول لك شاك توري لي هاد النسكا تعرفها. مالوريزمون خاوتي بزاف ناس ما على بالوش اصلا كيفاش يغسل يديه، ولا من الناس ما على بالهاش اصلا باللي يعني هاد الفيروس سي. شوفوا خاوتي انا قلت لكم الا تحبوا نتوما تعالجوا هاد المرض، تعالجوه نتوما يعني بالوعي ديالكم نتوما تعالجوه. الا راكم حابين المرض هذا كما نقولوا يخرج من يد الشعب، خاطرش الا انتشر المرض هذا نتايا كم مواطن يعني ما راك راح تقدر دير والو. خلاص انتشر المرض كيما راه في الطليان، كيما راه ما راك راح تقدر دير والو. خاوتي نتوما الشعب الجزائري عاش الكوفرفو، عاش الكوفرفو في التسعينات يا اخي، ما كان حتى واحد يخرج من الدار، ما مدرك ما نخرجش من الدار. حاجه واحده اخرى راح نحكي عليها وناكد عليها، الاطفال الصغار قنبله موقوته، الدراري صغار ما يمرضهمش هذا المرض. وشنو يجيبوه للدار؟ ما نخليش وليدي يلعب مع اولاد الجيران. علاش؟ كي نخلي انا وليدي يخرج للدار، يخرج للطريق يلعب مع طفل واحد اخر، هذاك الطفل عنده جدو ولا جداتو عندها كورونا، ولا خالو ولا عمو عنده كورونا، الطفل هذاك يجي للدار راح يعديكم قاعيتك، راح يعديكم قاعيتك. الا نتايا ما تخافش على روحك، خاف على باباك انسان كبير، خاف على العجوز يماك مرا كبيره. دونك خاوتي هذا المرض يقتل الناس الكبار، الله يرحم اللي ماتوا. هذا المرض ما يرحمش الناس الكبار، سورتو اللي عندهم دي مالادي كرونيك كيما نقولوا حنا، مرض ديجا بصدرهم ولا مرض. هادو ما خاوتي نحميهم ونبروتيجيهم بهذا الشيء. حاجه الاخرى اللي احنا نحكي عليها نقص التجمع. انا بضحكه في قصره شباب بيناتنا نوعوا بعضنا، يجي يخمس معك قال خويا كورونا رانا نديرو في حملة، قال السلام عليكم خويا واش راك لاباس، ها نتحي من البعيد ما نمسش الناس. والله يا خوتي قد ما ينقص الكونتاكت مع الناس هذا المرض ما راحش يكون. انت كي ما تمسش الناس ما راكش راح تعديهم. الكمامة خوتي، الكمامة بزاف عبادة يبدا تخرج هاد الهضرة يقول لك الكمامة ما عندها حتى فايدة. الكمامة الفايدة ديالها انك ما تمسش نيفك، ما تمسش نيفك، وانه لو قدر الله عطس واحد كيما نقولوا في وجهك ولا راح تطلي كومبلي. المهم هو ما يدخلش في نيفك، هذا الكورونا المهم ما يدخلش، هذاك الماء هذاك اللي طار من عند واحد ما لازمش يدخل لك في نيفك. دونك خاوتي نسي الماكسيموم نغسل يديا بلوزيور فوا بار جور، يعني نغسل يديا، نسي ما ندير كونتاكت مع حتى واحد. الا ما عندكش حاجة شغل ما تخرجش من الدار، ما تخرجش من الدار خاوتي.
المواد الغذائيه هذه اللي راهم بداو يغلو فيها وكذا، والله هذه ما خلق. انا نقول لكم حاجه، الكورونا تروح يبقى غير لعب، هذا المرض يروح يبقى غير لعب. ومدى بينا حنايا عبك ميركل قالت لهم لهنا، قالت لهم بلي الكورونا هذه تروح وراح نثبتوا للعالم كيما كل مره يديروها. ولا الطليان قال لك حنا كيروح هذا المرض راح نثبتوا للعالم واش جوزت ايطاليا وكيفاش الشعب الطلياني يتعاون مع بعضه، كيفاش لي زالمو تعاونوا مع بعضهم. وحنايا هاد الناس اللي كيما نقولوا حنا اللي راه يتغلي واللي راه يدير، خاوتي ما نموتش بالشر كيما ناكلش البطاطا. انا يعني قلت لكم خاوتي، قلت لكم نسي لو ماكسيموم نيفيتي كونتاكت مع الناس، نريح في نشد داري، ما عندكش خدمه ريح في الدار. ونطلبوا حنا ان شاء الله من السلطات تاع الدوله ان شاء الله يا ربي كيما نقولوا حنايا يبداو يديروا حوايج كونتر هاد الصوالح. كيما نقولوا حنايا قهاوي كلش يغلق، معليش هكا حتخسر شويه بصح كيما نقولوا حنايا خير من ما ينتشر هاد المرض وبالسيف عليك تغلق. خاطش الا انتشر هاد المرض كيما راه ينتشر في الطليان بالسيف على كاع الحوانت يغلقوا. لا فيديو لحقت الاخر ديالها خاوتي، نتمنى يكون الجزائريين شعب واعي خاوتي، ونحوا القسره نحوا القسره نحوا القسره نحوا الضحك، نحكوا نحوا الضحك في هذا الموضوع. والله يا خاوتي غير دونجي دونجي دونجي، غير بلدان بماتريالها بوش عندها كاع ايتيك راهي مكوليا راهي مكوليا. حنايا واحد عيط له عيط لهم هذيك طرا في طليان عيط للومبيلونس ما جاواش، تالمو صاي صاي الجيش راهو يرفد في الموتى يرفد فيهم بالكوامن تاع العسكر. دونك خاوتي ما خلوش حنا هذا المرض ينتشر في الجزائر كيما راه منتشر في بزاف بلدان، نريحوا في الديار قد ما تريح في الدار قد ما يريح الشعب الجزائري في الدار. معليش خلي اخوه والطرق خلي اخوه كلش يبداو يبانوا الناس هذوما اللي مرات. فهمتكم شنو هي الفائده تاع الحجر الصحي. لا فيديو لحقت الاخر ديالها خاوتي، ماكسيموم دو بارطاج، جامي جني جامي دوموندي باش تبارطاجيو لي الفيديو ديالي. وشنو هاد الفيديو خاوتي مدى بيا كاع تكوبي لو ليان ديالو ابعث في الماسنجر ولا بارطاجي ديريكت في الماسنجر خاوتي مع اصحابك مع احبابك باش هكذا كيما نقولوا حنايا بالك بالك كيما نقولوا ما نقدروش حنا نخليوها للدوله نخليوها لكم ليكم انتوما. انتوما على بالي بلي الشعب كي يحب يدير حاجه يديرها. دونك خاوتي ربي يجيب الخير ربي يعافينا ويعافيكم، تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، وكي يكون كان جديد ان شاء الله رانا نديرو عليه فيديو. تلاقاو في فيديو جديد، مالك جرماني كان معاكم، السلام عليكم.